تم تأجيل النقاش الخاص به إلى أجل غير مسمى. هذا هو مصير مشروع قانون تنظيم الإضراب في المغرب بعد أن رفضت اللجنة البرلمانية مناقشته. المشروع المحال إلى البرلمان منذ عام 2016 يثير تحفظات النقابات، إذ إنها ترى أن بنوده تقيد أيدي العمال بدلا من أن توصفهم وتحقق مطالبهم. في موضوعنا الرئيس نتوقف عند جدل القائم بشأن هذا القانون. وفي شباك الفنون نلتقي رسام الكاريكاتير السوري أحمد جلل للحديث عن أعماله. أما في اليمن فالجراد يهدد المحاصيل الزراعية والسلة الغذائية ويفاقم أزمة البلاد. حلقة جديدة من شبابيك، تابعونا. غزة من أزمة إلى أخرى، فبعد الحصار والانقسام السياسي جاءت جائحة كورونا لتعمق متاعب القطاع المنهك. وبينما شهد قطاع النسيج انتعاشا جزئيا، تضررت قطاعات أخرى بفعل إجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطات في غزة للحد من انتشار الفيروس. ضجيج هذه الورشة لا يعكس حقيقة ما آلت إليه الأمور داخلها. بقي في الورشة 6 عمال فقط من أصل 22 كانوا يعملون فيها قبل جائحة كورونا. سبب تقليص عدد العاملين هو تراجع الإنتاج، يقول صاحب المصنع، بعد أن أفسد الإغلاق الشامل موسم الأفراح وأغلق الصالات العامة. ضرب الموسم في قطاع غزة، الصالات أغلقت، أماكن كاملة، أسواق أغلقت، كان معايا طلبيات لمحلات تجارية إني أقوم بتجديدها وعمايلها من أول وجديد، وقفت هذه الأماكن. داخل المنطقة الصناعية شرق غزة، مصنع آخر للألبسة حاله مختلفة. عشرة العمال يواصلون إنتاجهم دون انقطاع. خط الإنتاج تحول إلى تصنيع مستلزمات الوقاية الطبية، ووجهة المنتج الأسواق الأوروبية وأمريكا. استطعنا أن نوفر أكبر عدد من العمالة في قطاع النسيج والألبسة الطبية بالذات، خصيصا كانت في غزة الجودة كانت عالية جدا، كانت تصدر إلى جميع الدول الأوروبية والأمريكية والدول العربية أيضا. المشكلة بالنسبة للشركات المتضررة غياب الدعم الحكومي وشح التمويل الدولي. نخاطب الجهات المعنية والجهات الدولية والجهات المحلية بمحاولة الوقوف ودعم صمود هذه المصانع، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لأي تفاهم مع أي جهة من هذه المانحين. في غزة المدينة ذات الاقتصاد الهش، يبدو واسعا حجم الهوة بين تقديرات الوضع الاقتصادي والواقع الصحي. كيفة التعايش مع الوباء وفتح المنشآت تبدو وفق مراقبين الأرجح والأكثر إلحاحا، مع اتخاذ إجراءات وقائية كلما أمكن ذلك. تشير تقديرات هيئات محلية إلى أن خسائر القطاعات الاقتصادية تجاوزت حاجز 200 مليون دولار. الخسائر المباشرة منها وقعت على نحو 160 ألف عامل لم يحصل كثير منهم على مساعدات حكومية أو غير حكومية منذ بداية الجائحة. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. نقاش مؤجل ومصير مجهول، هذا ما يواجهه مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب في المغرب المحال إلى البرلمان منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2016. فاللجنة البرلمانية أجلت مناقشته إثر رفض النقابات له، فهي ترى أن بنود القانون تقيد أيدي العمال. نطلع أكثر على القانون مع رانيا دريدي ومن ثم نبدأ النقاش.
ما يزال مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب بالمغرب مثيرا للجدل في كل مرة يتم طرحه للمناقشة في أروقة البرلمان تحت ضغط النقابات ورفضها للمشروع بداعي تكبيل يد العمال. تم تأجيل مناقشته إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا مناقشته في 16 من سبتمبر الماضي، وهي آخر محاولة حكومية لتمريره. يعود المشروع في الواقع إلى الحكومة السابقة وهي التي أعدته، وتمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري عام 2016 وأحيل حينها على البرلمان لكنه لم يناقش أبدا. النقابات اعتبرت مشروع القانون سيمنعها من ممارسة حقها الدستوري المتمثل في الإضراب، وتطالب النقابات بإشراكها في صياغته وتغيير عدد من بنوده وألا تستغل الحكومة فترة جائحة كورونا لتمريره. يتكون مشروع قانون الإضراب المثير للجدل من 49 بندا، وينص في المادة الخامسة على أن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا. ويتوجب وفقا للمادة السابعة إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل الخوض الإضراب للبحث عن حلول، كما ينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين. أما في حالة الإضراب فيمنع على المضربين حسب المادة 13 عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. ويحرم مشروع القانون العمال المشاركين في الإضراب وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم يحرمهم من الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم، وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية يمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها إلا بعد مرور سنة على الأقل. أذكر في الختام أن الفصل 29 من الدستور المغربي ينص على حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقبي والسياسي، وبأن هذه الحريات مضمونة. وينضم إلينا من الرباط عبد الرحيم هندوف عضو بنقابة الاتحاد المغربي للشغل. أهلا بك أستاذ عبد الرحيم معنا. إذن النقابات تطالب بأن تكون يعني أن تشارك بهذا النقاش حول مشروع القانون. الحكومة في المقابل تقول إنها عقدت الكثير من جلسات الحوار مع النقابات واستمعت إلى مطالبهم وأخذت بعين الاعتبار طبعا كل هذه المطالب. ماذا تعلق على ذلك؟ أولا في البداية أشكر القناة العربية على الدعوة. جوابا على سؤالك، هذا غير صحيح بتاتا. نحن فوجئنا يعني بطرح مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لم نستشر ولم نتوصل حتى ولو بنسخة يعني مكتوبة من طرف الحكومة. ولهذا يعني أولا احنا رفضناه من ناحية الشكلية، من ناحية المنهجية لا يمكن أن نشرع أو نتفق على قانون يهم النقابات ولا يتم مناقشة هذا المشروع مع النقابات، هذا مرفوض يعني رفضا كليا. مسألة ثانية، نحن الدستور المغربي ينص على أن الإضراب حق مضمون، ويحدد قانون طريقة قانون تنظيمي طريقة وكيفية ممارسة هذا الحق. من المفروض أن هذا القانون يعزز ممارسة هذا الحق، ولكن نحن نلاحظ من خلال مشروع الحكومة أن هذا القانون يكبر ممارسة حق الإضراب. هناك عدة يعني فصول من هذا وبنود من هذا القانون تجعلنا نرفضه جملة وتفصيلا. هذه فيما يخص القانون. فيما يخص دواعي يعني وجود قانون ينظم الإضراب في المغرب، يعني من دستور 1962 هناك جملة تأتي في كل الدساتير يعني وهي كالتالي، هذه الجملة هي الإضراب حق مضمون وسيأتي قانون ليحدد كيفية ممارسة هذا الحق. منذ 1992 ليس هناك قانون ونحن نمارس
يعني حق الإضراب، وليس هناك مشاكل كثيرة، وأنا فقط أعطي رقم عدد أيام الإضرابات في المغرب. هذا يعني رقم رسمي لوزارة التشغيل، لا يتعدى 250 ألف يوم عمل، يعني لا يشكل صفر أكثر من 0.01%. نعم. طب أستاذ عبد الرحيم، التي نعم. يقوم بها الأجراء في المغرب، بما أن الإضراب حق دستوري، نعم بما أن الإضراب حق دستوري، ما الذي يدفع الحكومة اليوم إلى الادعاء بأنها يعني عقدت مجموعة من الجلسات خلينا نقول التشاور يعني بينها وبين النقابات أو ممثلين عن النقابات، وأخذت في الاعتبار كل الملاحظات التي طرحوها حول مشروع هذا القانون؟ هذا ادعاء باطل، والدليل على ذلك أن الحكومة في المدة الأخيرة بعد رد الفعل القوي للاتحاد المغربي للشغل يعني تراجعت عن مناقشة هذا المشروع في اللجنة الخاصة في البرلمان، واتفقت مع النقابة على إعادة مناقشته على طاولة الحوار الاجتماعي. هذا يعني اعتراف يعني ضمني بأن لم سبق لها أن ناقشته مع النقابة، فلو تمت مناقشته من قبل لما تراجعت. نعم. يعني أن هذه المناقشة في البرلمان ولما أعادت الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي. نعم أستاذ عبد الرحيم، ماذا يعني أن يقول وزير الشغل والإدماج المهني من أن هذا الموضوع يجب أن يناقش بعيدا من السياسة؟ هل هذه إذن هي مشكلة الحكومة مع قانون تنظيم الإضراب، وبالتالي مع تأجيله وإلغاء النقاش به والبت به إلى أجل غير مسمى؟ يعني هو في البداية يعني نحن تفاجأنا، ولما طالبنا الحكومة لماذا تم طرح هذا المشروع هذا القانون على إحالته على البرلمان قبل مناقشته مع النقابات، قيل لنا السبب التالي، بأن الدستور ينص على أن هناك أجل 5 سنوات لتقديم جميع القوانين التنظيمية بعد المصادقة على الدستور سنة 2011، وبالتالي كانت سنة 2016 هي آخر سنة لإحالة جميع القوانين التنظيمية، وبالتالي الحكومة كانت مضطرة لكي تكون يعني منسجمة مع ما ينص عليه الدستور لإحالتها على البرلمان يعني قبل انتهاء 5 سنوات. هذا هو المبرر الوحيد الذي قدمته لنا الحكومة فقط، وقالت لنا هذا إجراء الإحالة إجراء شكلي لكي نكون متفقين مع الدستور، ولكن نعيدكم بأننا لن نناقشه في البرلمان وسنفتح مفاوضات حوله معكم مع النقابات. نعم. إذا به تفاجأنا نحن في هذه يعني في 2020، بالعكس ما دعته الحكومة بأنها أرادت أن تفتح نقاش حوله في البرلمان، الشيء الذي دفعنا لنتدخل بقوة ونرفض هذا فتح هذا النقاش، وطالبنا بإرجاعه كما التزمت به الحكومة سابقا. وتم التراجع عن هذا القرار. نعم أستاذ عبد الرحيم، تقول في تقول حضرتك في لقاء صحفي على ما أذكر إن هذا الموضوع يحتاج إلى حوار مجتمعي، ماذا يعني الحوار المجتمعي في بلد كالمغرب؟ يعني لأن بالفعل لأن الإضراب لا يهم فقط يعني النقابات فقط، يهم جميع القوى يعني في بلدي، هم بالأساس النقابات، ولكن هو إضراب يهم كذلك المجتمع المدني، لأن هناك مثلا إضراب أنواع من الإضراب، هناك إضراب سياسي، هناك إضراب، وهذا المشروع تاع القانون يحرم جميع أنواع الإضرابات، يحرم مثلا الإضراب التضامني، يحرم الإضراب يعني السياسي، يحرم عدة أنواع أخرى، وبالتالي كذلك هذا الإضراب يمنع أو هذا الإضراب مثلا على حسب مشروع القانون يسمح به فقط للأجراء، ولكن في المغرب ليس هناك فقط الأجراء،
هناك المهن الحرة، هناك الفلاحون، هناك يعني الناس. إن للأسف إن في دول مثل المغرب نسبة التأجير هي ضعيفة، يعني نسبة الأجراء الذين يشتغلون من الساكنة النشيطة لا تتعدى 40%، في حين نجد هذه النسبة مثلا في أوروبا تبلغ 80-90%. يعني كل الشغالين في أوروبا هم يما أجراء وفئة قليلة، يعني هم أرباب عمل. إحنا في المغرب نجد 40% فقط أجراء و60% في باقي، هناك حراس، هناك تجار، فلاحون، ليس كلهم أرباب عمل، لأن الاقتصاد المغربي لا يستطيع أن يشغل كأجراء نسبة مرتفعة جدا. وبالتالي فإن قانون تاع الإضراب يهم المجتمع يعني ككل وليس فقط يعني النقابات. نعم أستاذ عبد الرحيم، ما دور كذلك ما دور لو سمحت لي ما دور جائحة كورونا في يعني تأجيل النقاش هذا القانون، أم أن الكثير من الأنظمة العربية خاصة تستغل جائحة كورونا ل تهمش وتغيب بعض المواضيع التي كان من المفترض أن تكون مطروحة على الطاولة؟ صحيح، نحن تفاجأنا، قلنا بأن ظروف الجائحة يعني ليس هو الوقت المناسب لطرح مثل هذه المواضيع اللي نناقشها. يعني مسألة قانون نتاع الإضراب ليس يعني هو ملح لهذه الدرجة اللي نطرحه اليوم. اليوم هناك مشاكل أخرى، هناك يعني قضايا أخرى مهمة مستعجلة يجب أن تنكب عليها الحكومة، وهو محاربة آثار جائحة كورونا سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. ليس الآن أن نناقش مثل هذه القضايا التي يمكن أن تترك للمستقبل. كما قلت ليس هناك حريق، يعني نسبة عدد الأيام تاع الإضراب لا تتعدى 0.01 في الألف من أيام العمل، وهذه الإضرابات 80% سببها يعني إما عدم أداء الأجور أو عدم تطبيق القوانين. وبالتالي نحن نستغرب لماذا هذا يعني الإلحاح في هذا الوقت لطرح قضية التي لا تستحق، يعني ليست مستعجلة لهذا في الوقت الراهن. نعم ليست مستعجلة إلا نحن يعني نعم ليست مستعجلة إلا أن جائحة كورونا طبعا في الوقت ذاته كان لها يعني ثقل كبير على سوق العمل وعلى الاقتصاد في معظم دول العالم، فما البال في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية. وفي المغرب أيضا كان لها أثر كبير على ارتفاع نسبة البطالة. ما هي الخطوة المقبلة التي ستتخذونها في نقابات طبعا في النقابات بشأن مشروع هذا القانون حتى وإن لم يكن اليوم أولوية مطلقة؟ نحن سنتصدى لأي محاولة يعني مناقشة هذا المشروع في البرلمان قبل الاتفاق عليه في يعني في الحوار الاجتماعي، في إطار الحوار الاجتماعي. يعني يجب هذا القانون، عندنا الوقت لنتناقش حوله، يعني عندنا متسع من الوقت، ليس ملف يعني مستعجل، ويمكن أن نبدأ مفاوضات حوله. احنا الصيغة الحالية نرفضها يعني جملة وتفصيلا. هناك دراسة قام بها يعني مكتب العمل الدولي أحد الخبراء الذي يعترف كذلك بأن هناك عدة بنود يجب إلغاؤها لأنها يعني لا تتماشى مع المعايير الدولية وخاصة المعايير منظمة العمل ولجنة الخبراء، ويمكن نعطي أمثلة كثيرة. اليوم اللي مطروح بشكل مستعجل يجب أن نعالج قضايا البطالة، قضايا الآلاف من الأجراء الذين باتوا بدون دخل بسبب الجائحة. اليوم يجب أن نعالج كيفية تعميم الحماية الاجتماعية التي أبانت يعني نعم. يعني غيابها في نعم أعتذر على المقاطعة نعم لضيق الوقت. إذن الأستاذ عبد الرحيم هندوف عضو بنقابة الاتحاد المغربي للشغل كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. أحمد جلال رسام كاريكاتير اضطرته ظروف الحرب إلى النزوح من بلدته كفرنبل في ريف إدلب إلى الحدود السورية التركية شمالية حلب، وحاول بالرسم تسليط الضوء على الظلم والمعاناة في بلده سوريا. أحمد خليل الجلل من مواليد كفرنبل 1982، خريج معهد التعويضات السنية من جامعة حلب في 2006،
ارتبط اسمي بصناعة الكاريكاتير لمظاهرات كفر أمريكا. قررت أنه في كل مظاهرة حاول أرسم رسمي أو أكثر، ومن وقتها صارت الرسمي هي رديف رئيسي لللافتي، والرسمي بتمتاز عن اللافتي بأنها عابرة لموضوع اللغات وانتشارها أوسع، أي واحد في الدنيا بإمكانه يفهمها حتى لو ما كان يحكي عربي أو إنجليزي. عندما هط الرسم متورثي في العائلة، فأنا بحس أنه عندهم شوي كمان نوع من الموهبة، بيحبوا كتير يخرجوا ويشخطوا، وياما مشخطين على الحيطان فكتير أحيانا بتفرجوا علي أنا عبرسهم، بيجيوا بيشاركوني، أحيانا ممكن يخربوا لي شوي في الرسمي، عطولوا بجبرهم ألوان وورق، عندهم عدة كتير يعني بيشتغلوا عليها. الرسم الإلكتروني أصعب بالنسبة إلي أنا، بجد أنا جديد علي، هو أصعب بس كنتيجي على كنتيجي نهائي النشر إلكترونيا بيعطيك نتيجة حلوة في حال كان متقن. وينضم إلينا رسام الكاريكاتير أحمد جلل. مساء الخير أحمد وأهلا بك. إذن يعني حضرتك من كفرنبل، وكفرنبل كانت قبلة اللافتات، خليني أقول المعارضة في سوريا، ومن هناك انطلقت تلك اللافتات وانطلق رسم الكاريكاتير الجديد، خليني أقول، خاصة وأن رسم الكاريكاتير لم يكن مزدهرا بطبيعة الحال في بلد كسوريا. اليوم تراجع هذا الفن، فلماذا الإصرار إذن على أن تكمل به؟ مساء النور لكل مشاهدين قناة العربية. طبعاً أنا مصر وإكمال الرسالة اللي طلعنا فيها في البداية، إنه استخدمنا الكاريكاتير كنوع من أنواع التعبير عن الرأي واللي كان مرادف للمظاهرة. في الوقت الحالي خف الحراك المدني بشكل كبير، مظاهرات ما عادت موجودة، بس هذا لا يعني إنه مثلاً توقف عن إيصال أفكارنا أو آرائنا أو مواقفنا من المواقف الدولية أو أي حدا بيتعاطى القضية السورية. فباعتباري على نفس الخط اللي انطلقت منه، وأنا بعتبر حالي فنان هاوي في الأخير، أنا ماني دارس فن ولا كاريكاتور، ولكن متابع على نفس الخط بقدرتي يعني، لأنه يعني بالأساس نحن طلعنا ثورة لنفرج أهدافنا ونحاول نبني سوريا الجديدة نوعا ما، أو نوضح للعالم ليش نحن طلعنا ثورة، فهذا الخط ما بينتهي يعني لحتى الواحد ينتهى نفسه. نعم بكل تأكيد أحمد، طبعا رسم الكاريكاتير كما ذكرت هو للتعبير عن موقف ما، وغالبا ما يكون فيه احتجاج وتمرد وغضب ورسالة توجهونها إن كان لقوى خارجية أو لقوى داخلية. رسم الكاريكاتير طبعا منع في سوريا إن كان قبل الثورة أو بعدها، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. ماذا عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة؟ هل واجه هذا الفن الخطوط الحمراء والمنع؟ أكيد بطبيعة الحال الكاريكاتير هو يعد فن بالأساس فن ناقد، ليس فن أنه مثل الفن التشكيلي ممكن الواحد يجيب لوحة يعلقها على الحيط، هو فن ناقد بالأساس. فكل التيارات ذات الأفكار الشمولية الإقصائية لا تقبل النقد، سواء كان نظام الأسد أو غيره، من لنقول التنظيمات المتطرفة الإسلامية أو حتى بعض فصائل الجيش الحر. للأسف العقلية الأمنية اللي تمتع فيها النظام ما حسن أنه ينجو منها اللي طلع ضد النظام. في كتير من الفصائل عندها نفس العقلية الأمنية، نفس الفكر الشمولي الإقصائي الذي لا يقبل الآخر. فمثل ما تعرضنا للتصفية والملاحقة من النظام، أنا على المستوى الشخصي اتهم بيتي أكثر من مرة، تعرضت للملاحقة، كمان تم ملاحقتي على فترة من قبل تنظيم داعش، ولاحقا تم ملاحقتي من قبل تنظيم جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام، واضطريت أني أنزح وأهرب من مكان لمكان، وتعرضت للخطر أكثر من مرة. وطبعا كان كله على أثر رسومات ناقدة لهي الفصائل أو لهي التيارات الفكرية. فللأسف باعتباره فن ناقد لا يمكن الحياة إلا في جو في حرية التعبير عن الرأي، ويكون في الإعلام السلطة الرابعة فعليا. نعم. الأنظمة القمعية وال... هيك ما بتقبل هيك فن. نعم أحمد، ماذا حل بسوريا الجديدة التي تحدثت عنها قبل قليل، والتي طبعا خرجتم من أجلها ومن أجل بنائها وعملتم
كل شخص طبعا بمجاله للمساهمة بها، و يعني لا تشاهدوها. للأسف ما في أفق، الوضع الحالي مأساوي. يعني أشد المتفائلين هو غير متفائل. ممكن يصير التفاؤل هو على المستوى البعيد، تطلع نتائج الثورة أو تظهر، لأنه للأسف المظاهرات خرجت وطلع شعب، ثورة شعب حقيقية بمطالب محقة بالتغيير ضد الظلم. المجتمع الدولي أو حتى العربي أو كل الدنيا ما حدا تعامل مع السوريين على أنهم أصحاب حق أو من وجهة نظر إنسانية. الكل تعامل مع الوضع من وجهة نظر المصالح وفقط، هيك الدول تشتغل. فالكل ما دعم هذا الصوت اللي بيحكي عن سوريا المستقبل اللي بتقبل الجميع، اللي فيها كل مكونات الشعب السوري، دولة المؤسسات، حرية المواطن، الحقوق محفوظة، لا، صار النظام بالبداية من البداية صار يحكي عن إرهابيين وعن متطرفين. ولاحقا المجتمع الدولي اكتفى في انه يتفرج علينا نحن عم نقتل على ايدي النظام، وفتح المجال لحتى فعلا يصير في هاي التنظيمات تاخذ مجدها وساحتها. اكبر مثال تنظيم داعش اللي صارت مساحته اكبر ما يقارب مساحه العراق. هذا كله كان نتيجه من اهمال المجتمع الدولي، او انه ما تعاطى مع القضيه على انه هود سوريين وبدنا ننقذهم، انه خلص خلى هاي التنظيمات تجي وهالدول تصفي حساباتها ومصالحها الإقليمية عبر دعم هاي التنظيمات وأحياناً إقصائها وهكذا. يعني دخلت السياسة على القضية السورية وأفسدت الثورة، أفسدت الثورة السورية هاي المصالح الإقليمية والدولية بالإضافة لهي التنظيمات. نتمنى أحمد أن لا تكون أفسدت نهائياً، ونتمنى أن نرى سوريا جديدة في وقت قريب. إذن أحمد جلال الكاريكاتير، رسام الكاريكاتير السوري، شكراً جزيلاً لك. دينا الحمدان، فتاة سورية تنقل أيضا عبر لوحات فنية جانبا من حياة النازحين والقصف المستمر على بلدتها في ريف إدلب. دينا أقامت معرضا في شمالي حلب تحت عنوان رسمة حلم. طفولة تقاسي الشتاء في حما خيام بالية، نساء غابوا في سراديب السجون، وجوه أتعبها الحرب والرحيل. تغيرت صورة الفن التشكيلي في سوريا مثلما غيرت الحرب ملامح الحياة فيها. رسمة حلم عنوان للحالة النفسية التي عاشتها الرسامة دينا تحت رحمة الطائرات الحربية التي قصفت قريتها في ريف إدلب، ومشاهد الدمار التي علقت في ذاكرتها، وحالة الهروب الجماعي للنجاة بالحياة ورحيل الناس بعيدا لأي مكان آمن. بما اني عايشه ببلد عم بتعاني من هجمات شرسه وحروب، فاكيد انا يعني استمديت المعاناه والقصص هاي اللي بلوحاتي كلها من شيء انا عشته وشفته، وحبيت اني انقل هذا الشيء والحزن اللي جواتي وداخلي وعبره بلوحاتي. والده دينا لا تفارق المعرض، بقيت الى جانب ابنتها بعد وفاه والدها، ودفعت بها الى اقامه المعرض رغم ظروف النزوح وعدم الاستقرار. أنا فخورة في بنتي في هاللوحات اللي عم تعملهن عن قضايا اللي نحن مرغينا فيه، عن وضع الحرب، عن المعاناة اللي عانته الأطفال، المعاناة اللي عانته يعني الوضع اللي نحن فيه اللي عايشين فيه نحن. زوار المعرض التقطوا رسالة الفنانة. ربما أنت وتمر عليها تستعرض شريط الثورة السورية بالكامل، من تضحياتها، من آلامها، من صمودها، ومن ثم بعض النتائج التي حققتها وبعض الآثار التي خلفتها الحرب التي شنها النظام الأسد على المنطقة. لوحات بلون الدم والسوار هو الواقع الذي عاشته الرسامة، وهو من سكب على هذه اللوحات. عندما يكون الألم بحجم الوطن هكذا تكون الصورة، لا مساحة فيها للتعبير عن الحب والسلام، تعكس واقعاً مؤلماً يعيشه الفنان السوري وسط هالة من التفكير بحاضر مدمر ومستقبل مجهول. أحطى مصطفى العربي، سوريا، شمال حلب. شبابيك متواصل مشاهدينا وفيه بعد قليل.
انتشار الجراد يدمر المحاصيل الزراعية في اليمن ويهدد السلة الغذائية. في شباكي هنا نتعرف إلى فايزة حيدر، أول مصرية تدرب فريق كرة قدم من الرجال المحترفين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بتأثر سبل عيش المزارعين والرعاة في اليمن بشدة من جراء الانتشار المستمر للجراد الحصراوي، وقد دمرت هذه الآفة الزراعية المحاصيل في العديد من مناطق البلاد، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة آلاف الأشخاص المنهكين بسبب سنوات من الصراع. وكأن اليمن تنقصه مصيبة أخرى، أسراب ضخمة من الجراد هاجمت أراضي المزارعين. مساعد مبارك كان أحد هؤلاء الضحايا. ملايين الجراد قضى على أخضر مزرعته ويابسها، وبات خائفا من أن يصل إلى علف حيواناته. الأضرار حس ما تشوفوا، يا الجراد ما خلى شيء، كل الجلجل وكل الزرع وكل شيء حس ما أنتوا تشوفوا في عندنا هنا. الجلب هذه كلها بس شيء يروح مثل الدبع، يوم يقولك مثل الدبع، ها هو الدبع، دافة سجي ودافة أخرى، جينا من شرق وجينا من عين وجينا والتقى هنا في ملعى. في 4 أيام فقط قضى الجراد على محاصيل البصل والفجل وحتى النخيل. والجراد ذا كل 4 يروب أول قضب غيبها، وفي هذا كل شاري وهذا وغرز فيه، لقى بيض ولقى عيال وكذا. المغرب يضوي مكانه، والصبح يصبح مكانه، وغيب الارض كلها يسكون، حتى الورق عاد للعيدين حق الشاري. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو حذرت من أثر الجراد في غذاء اليمنيين، خصوصا في ظل عجزها عن الوصول إلى كل أماكن الضرر في البلد المتخم بالصراعات. الحمد لله، يعني هو قلة الإمكانيات اللي وصولة الدعم المادي من قبل، ونشكر بصراحة منظمة الأغذية والزراعة الفاو على بذلهم الجهود، ونشكر الإدارة العامة برضو لوقاية النبات على تسهيلهم لنا بالمهمة هذه، وإن شاء الله نحن بنكون قدر المسؤولية، بنقدم اللي نقدر عليه. ساحة فسيحة لأكثر من 80 مليون جرادة تعيث فيها فسادا. جائحة أخرى قد تلقي اليمنيين في أتون مجاعة أشد خطرا، وتهدد حياة الآلاف في البلد الموبوء بالحرب والفقر والأمراض. وينضم إلينا من صنعاء أمينة الزرقاء نائب مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي. أهلا بك أستاذ أمين معنا. إذا بالفعل يعني كان الله في عونكم فوق كل هذه المصائب التي يعاني منها اليمن واليمنيون اليوم. هنالك مشكلة الجراد التي مهما قلل البعض من شأنها إلا أنها بالتأكيد مشكلة بل كارثة إنسانية. كيف يتم التعامل معها، خاصة وأنه اليوم اليمن يعيش أوضاعا اقتصادية سياسية أمنية صعبة بالإضافة إلى جائحة كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على استضافتكم. موضوع الجراد موضوع يعتبر موضوع مهم وجوهري يخص اقتصاد البلاد، بسبب العازير كما تعلمون التي تعرضت لها بلادنا خلال العوام السابقة 2018 و2019، فقد عملت الأعاصير هذا على منخفض الجوي وتغير المناخ الجوي، ما زادت عملت على عملية أمطار غزيرة، حدثت أمطار غزيرة. الأمطار عملت هيئة بيئة مناسبة جدا لتكاثر وانتشار الجراد في المناطق الصحراوية الصيفية،
وقد بدأت انتشار الجراد في العام المنصرم في نصف العام في شهر مايو. بدأت ظهور انتشار الجراد على المرتفعات والمناطق الوسطى، وتشكلت منها مساحات كبيرة من الأسراب من الجراد، وقد بدأت بمهاجمة المزارع، وقد قمنا بعملية المكافحة من بداية شهر مايو 2019، ثم بدأت اتجهت شكلت أزراب واتجهت إلى المناطق سهل التهامة. نعم. وقمنا بعملية أعمال المكافحة من نهاية من شهر نوفمبر 2019 إلى مارس 2020، كانت نتائج جيدة، بس إنما حصلت خسائر فادحة كبيرة جدا على المزارع، ثم انتقلت إلى المناطق الصيفية. نعم. وما زالت فرق المكافحة تعمل في أعمال مكافحة الجراد إلى يومنا هذا. نعم. طب أستاذ أمين، يعني ما الذي يحتاجه أو تحتاجه مكافحة؟ نعم. ما الذي أستاذ أمين لو سمحت لي، ما الذي يحتاجه إذن الأمر مكافحة الجراد، وكيف يمكن التعامل مع هذه الكارثة اليوم طبعا نظرا للظروف الصعبة التي تمرون بها؟ والله في ظل هذه الظروف احنا نواجه مشاكل كبيره ومعوقات. اولا الجراد يتكاثر في مناطق صحراويه، معظم المناطق تكون في تحت سيطره دول العدوان، فمن الصعب وصول الفرق اليها، وفي مناطق واسعه فيها مناطق الغام ومناطق ذا ومناطق نحالين، هذا سبب معوقات، سبب كبير معوقات مكافحه الجراد، فتشكل لنا أسراب منها. فكافحنا مساحات كبيرة من 2019 إلى يومنا هذا، مساحات شاسعة، إلا أننا ينقصنا إمكانيات كبيرة من مركز الجراد، من سيارات، من معدات، من آليات، من ميزانية تشغيلية، لكي نستطيع التخلص من هذه الآفة الخبيثة على الزراعة التي أثرت على اقتصاد البلاد وعلى المزارعين. طبعا حصلت خسائر فادحة. نعم أستاذ أمين، طبعا للأسف يعني البلدان العربية اليوم، معظم البلدان العربية ربما استعادت الطرق التقليدية التي استخدمها الأجداد بسبب ضعف الإمكانيات وبسبب الأوضاع إن كان الأمنية أو الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. ما هي الطرق التقليدية لمكافحة الجراد، وهل من الممكن للمزارعين في اليمن ربما يعني تقليل خليني أقول الضرر أو محاصرة هذه الكارثة؟ الطرق والعادات التقليدية كانوا يستخدموها السابقين أعتقد أنها غير مجدية، لأنهم كانوا يعملوا يحفروا خنادق أو زي الخنادق للجراد وتجي الجراد ويدفنوها، لكن أنها طريقة غير مجدية في ظل الظروف. لابد من إمكانيات ولابد من سيارات لكي يستطيع، لأن المساحات كثير، مناطق التكاثر مساحات واسعة جدا، المناطق الصحراوية كما تعلم أنها مساحات واسعة جدا، صعب أنه يستطيع. إلا في حالة الآن إحنا عملنا عملية مشاركة مجتمعية بمشاركة المجتمع، فكانت نتائج يعني ناجحة جدا في عمل مكافحة الجراد، كانت نتائج قوية جدا ومجدية. نعم. إذن أمين الزرقاء نائب مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. يحاول علماء الأحياء البحرية ومهندسون في جامعة هونغ كونغ تقديم طرق مبتكرة لإنقاذ الشعاب المرجانية وتحفيزها على نمو. بلاط خاص مطبوع بمساعدة التقنية ثلاثية الأبعاد مصنوع خصيصا من مواد من قاع البحار، وسيوضع فيها بحيث يمكن أن تنمو عليه الكائنات وتتكاثر في منتزه بحري على مساحة 40 مترا مربعا. يد العلماء تمتد عونا إلى الشعاب المرجانية المتناقصة. سواحل هونغ كونغ تفتقد جمالها.
جهد مشترك بين مختبر هندسي ومعهد للعلوم البحرية، طريقة روبوتية للطباعة ثلاثية الأبعاد، بلاط جديد، أرضية مبتكرة. لم يكن هناك أرضية بسبب تدهور مواطن المرجان، ونحن بحاجة إلى قاع صلب يمكننا ربط الشعاب المرجانية به. ألصقنا البلاط بقاع البحر. كان علينا التوصل إلى فكرة مبتكرة، وظللت أفكر فيما إذا كان بوسعنا ذلك، مثل ما نفعل في بلاط المطبخ أو أرضية الحمام الخاص بنا. سألت نفسي، ماذا لو وضعنا قاعا صلبا وموطنا حيث لا وجود له الآن؟ تعاون لمساعدة المرجان على إعادة التكاثر، بلاطات سداسية بقطر 60 سنتيمترا، موطن صحي لكل الشتلات المرجانية والمخلوقات البحرية، بيوت من مادة لا تضر بالبيئة، تتشابه مع الخامة المكونة للشعاب المرجانية، سريعة التحلل، تختفي بمجرد إتمام مهمتها. هذا أمر مشابه لتصميم مبنى. عندما تصمم بيتا للبشر عليك أن تأخذ في الاعتبار ما يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من الاستمرار أحياء. لقد فعلنا شيئا نفسه مع الشعاب المرجانية. كان علينا أن نتعلم ما تحتاج إليه ونصمم منزلا يمكنها البقاء فيه على قيد الحياة. مئة وثمان وعشرون بلاطة وضعت في قاع البحر في منتزه بحري في ثلاث مجموعات. علينا التفكير في أنواع الشعاب المرجانية التي يجب استعادتها. أولا وقبل كل شيء يجب أن تكون موجودة سابقا وأن تكون محلية. إنها عملية تشبه تماما استعادة الغابات كزراعتنا للأشجار وما تعلمناه من هذه التجربة. نجاح تام. الكائنات بدأت تعيش. بداية إيجابية تبث الروح في الشعاب المرجانية والتنوع البحري. على الرغم من عيشها في مخيم القادية للنازحين في محافظة دهوك الكردستانية، فإن هبة قاسم الأيزيدية العراقية تحقق واحدة من أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة على مستوى العراق. وقد حصلت الطالبة على علامات كاملة في كل المواد الخمسة، وتطمح إلى الالتحاق بكلية الطب لتتمكن من معالجة أفراد مجتمعها. 99.8% على درجات امتحانات الثانوية العامة على مستوى العراق هذا العام حصلت عليها الأزيدية العراقية هبة قاسم، القاطنة مع أسرتها في مخيم القادية في محافظة دهوك الكردستانية. ولما معيشة بالمخيمات صعبة كلش، خصوصي بالنسبة للطلاب السادس لازم نفسية تكون مرتاحة والمكان يكون هادئ، بس قدرت أحصل على المعدل اللي أريده بدعم أهلي إلي، خصوصا أبوي وأمي اللي وقفوا وياي دائما. العيش بالمخيم لم يقف حجر عثرة في تحقيق هبة لحلمها، فجميع الجامعات والكليات شرعت أبوابها الآن لاستقبالها. طبعا كادر تدريسي هنا ما كان مكتمل، بس أبوي أجر لي سيارة، كنت كل يوم أروح منا لدهوك المدرسة الثانوية الموصل للبنات للنازحين. علامات كاملة حصلتها في جميع المواد باستثناء درجة واحدة من مادة اللغة العربية. يعني استراحتي كانت قصيرة مو بالساعات، لأن هي سنة مصيرية وتحدد مستقبل الطالب لازم يتعب بيها. وتواصل الاجتماعي أنا ما عندي موبايل، ما ألزم موبايل لأن لازم أركز على دراستي. دعم الوالدين كان له الدور الأكبر لنجاح الشابة. وضعي مخيم نغلي باشا. الوضع في المخيم ليس جيدا، الكهرباء شبه معدومة ولا يوجد الكثير من المياه وهو مزدحم للغاية، الخيام والمنازل شبه مختلطة وليس لديها غرفة خاصة أو مدرس خاص أو أي شيء من هذا القبيل. ورغم افتقار مخيمات اللاجئين إلى البنى التحتية الأساسية والكهرباء، إلا أن شغفها بالدراسة دفعها لتكون في صدارة طلاب العراق. نشأت فايزة حيدر وهي تلعب كرة القدم في الشوارع مع الذكور، ومن الهواية عبرت بقوة إلى الاحتراف وقيادة منتخب مصر للسيدات.
وقع الاختيار عليها من قبل فريق إيديال جولدي الذي ينافس في الدرجة الرابعة من الدوري المصري وستدرب الرجال المحترفين. ليست المرأة الأولى التي تلعب كرة القدم، لكنها استمرت في عالم يسود فيه الرجال، تدرب نادياً للاعبين المحترفين في مصر، تعتمد مدرباً في الاتحاد الإنجليزي. أنا اسمي فايزة حيدر، كابتن منتخب مصر ونادي الطيران وأول مدرب معتمد في الاتحاد الإنجليزي. نشأت فايزة حيدر وهي تلعب كرة القدم في الشوارع مع الأولاد، قادت منتخب مصر للسيدات. وقع الاختيار عليها كمدير فني من قبل نادي جولدي في الجيزة. والله هو في الأول الموضوع بيبقى صعب، إن الولاد بيبقوا مش قابلين فكرة إن بنت تدربهم، وبيبقى فيه شوية تريقة في الأول، وبيبقوا مش مهتمين بالفكرة، أو بيقولوا إن لا دي ست تدربنا، فالموضوع بيبقى بالنسبة لهم استهتار أو في استهزاء بالموضوع. بس لما بيلاقي إن في يعني في معلومة توصل له، وهو مستواه هيعلى شوية بطريقة بقى، لأن الموضوع مش جاي عشوائي، هو عن دراسة، أخدت كورسات تدريبية في العديد من الدول وفي العديد من المدارس الإسبانية والإنجليزية والهولندية، وده فرق معايا في حياتي كتير قوي. فطبعا الولاد بيبقى في الاول بيبقى فيه استهتار، بس لما بيلاقي حاجه مختلفه وحاجه جديده بيبتدي يقتنع بالموضوع. هي اول مصريه تعتمد مهاراتها من الاتحاد الانجليزي لكره القدم. شاركت في اول دوري كره قدم نسائيه سنه 1997، وانضميت لنادي الطيران سنه 2003، وحصلت على بطوله الدوري العام سنه 2005 لاول مره في تاريخه، وانضميت لمنتخب مصر وانا عندي 14 سنه. شاركت في تصفيات أمم أفريقيا لسنة 1998، كنت كابتن منتخب مصر آخر 10 سنوات في المنتخب، وشاركت في كأس الأمم الأفريقية 2016، ووصلت دورة ألعاب أفريقية، ولعبت أول بطولة عرب. ففي باع كبير قوي في كرة القدم، ومن ولا حاجة يعني إن أنا كنت بلعب في الشارع وما كانش عندي فرصة أصلا. لا تزال كرة القدم رياضة ذكورية، ولكن تحظى تاء النسوة بدعم من المدربين والمتدربين في النادي. تجربة مميزة وجديدة وفريدة من نوعها. كابتن فايزة شخصية مش حاسين بفرق إذا فرق ما بين راجل أو بنت، لكن هي عندها علم كبير وإحنا مستفيد منها. في الآخر دي تجربة إحنا بناخدها وبنراهن على نجاحها، وأنا عندي ثقة كبيرة جدا في إن فايزة حيدر هتقدر تنجح في حاجة زي كده، وإحنا كلنا هنساعدها وفي ظهرها علشان نقدمها للسوق بتاع الكرة المصرية بشكل محترم إن شاء الله. كرة القدم هواية تحولت مع فايزة إلى احتراف بكثير من الشغف. بعاند معاها وأقول لها مش هديك فلوس تروح النادي، تروح راحة ماشي، عارف لو تعرف المكان اللي من بيت لحد ما راح النادي ماشي ده قد ايه؟ كانت تروح، اقول لها يا بنت اقعدي ما تروحيش، تقول لي لا هروح. تجربة جديدة لفايزة ومصر، تعزيز مهاراتهن ملائكة الملاعب. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لمتابعتكم، ونلتقي غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السادسة بتوقيت القدس، إلى اللقاء.